بسم الله الرحمن الرحيم. تحية اعتزاز وتقدير وشكر لمعالي النقيب الأستاذ سامع عاشور نقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العرب. تحية شكر وتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء مجلس النقابة العامة الذين شرفونا هذا الحفل الكريم، فلهم كل الشكر والتقدير جميعا كل باسمه. الشكر كل الشكر والتقدير للقامات الكبيرة العالية الذين أتوا اليوم كي يجدوا ثمرة غرسهم يجدوه من نقابتهم. إنهم أصروا المحاماة حقا وخرجوا أجيال وأعطوا للمحاماة ما أعطوا، وأنهم هم الذين يحافظون على كيان مهنة المحاماة وعلى مبادئ مهنة المحاماة، وعلى تلاميذهم أن يتعلمون منهم وأن يحذوا حذوهم. فأهلا ومرحبا بكل من شرفوا هذا الحفل الكريم تقديرا لكم، وهذا أدنى ما يكون وأقل ما يكون أن تقدمه نقابة المحامين لحضراتكم اليوم. وأشكر فعلا معالي النقيب سامع عاشور الذي كان حريصا كل الحرص أن يقام حفل تكريم لرموز المحاماة وللذين أعطوا هذه المهنة فأصروا ما أصروا فيها، الذين قاموا بدور المعلم، أن المعلم هو الذي يقف وأن الذي يتلقى العلم ما يجلس أمامه. إذن فإن المحامي هو المعلم، وإن مهنة المحاماة هي سلطة الدفاع، وهي سلطة مثلها كمثل أي سلطة كانت، وهي حق الدفاع المكفول للمواطن. فأنتم الذين تعلمون الأمة بأسرها، فلكم منا كل الحب وكل التحية وكل التقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.